السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة منوعات نور. النهاردة جينا بحلقة جديدة وعنوانها إن أنا أعرف إزاي أعراض طلق الولادة. كيفية معرفة أعراض طلق الولادة؟ الولادة تعرف الولادة بأنها العملية التي يتم فيها ولادة الجنين وإخراج المشيمة والأغشية والحبل السري من الرحم مرورا بالمهبل ثم إلى العالم الخارجي. وتقسم عملية الولادة إلى 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تسمى التوسع، وتقسم إلى مرحلتين أيضا، المرحلة الأولية والمرحلة النشطة. وفي هاتين المرحلتين يتمدد عنق الرحم ليصبح قطره حوالي 10 سنتي. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولية تمتد حوالي 8 ساعات في الحمل الأول للمرأة، وحوالي 5 ساعات إذا لم يكن الحمل الأول. أما المرحلة الثانية من الحمل تسمى مرحلة ولادة الجنين، إذ ينتقل فيها الطفل عبر عرق الرحم والمهبل ليولد. وقد تستغرق هذه العملية 2 ساعات في الحمل الأول، وحوالي 1 ساعة في الحمل الأحمال التي تلي الحمل الأول. وأما المرحلة الأخيرة من الولادة فيتم فيها إخراج المشيمة والأغشية المحيطة بالطفل. قد يستغرق هذا الأمر حوالي من 5 إلى 30 دقيقة، ومن الممكن أن يمتد إلى ساعة في بعض الحالات. وفي هذه المرحلة تصبح الانقباضات خفيفة وأقل من كيفية معرفة طلق الولادة. تعتبر الانقباضات أو ما يسمى بطلق الولادة من العلامات المبكرة لبداية مرحلة المقاض. ومن المهم جدا التمييز بين انقباضات المقاض التي تحدث في مرحلة الولادة وبين انقباضات المقاض الكاذبة أو ما يسمى بالانقباض البراكتوم، والتي تعرف بأنها انقباضات تشبه إلى حد كبير انقباضات الولادة، وقد تحدث قبل الولادة بأسابيع أو بأشهر، وتهدف إلى تقوية عضلات الرحم وتساعد على تحضير عنق الرحم للولادة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الانقباضات الكاذبة قد تبدأ في بعض الأحيان من الأسبوع 16، خصوصا في الحمل الأول للمرأة. وهناك بعض النساء لا يشعرن بهذه الانقباضات على الإطلاق، ومما يميز هذه الانقباضات أنها غير منتظمة وعادة ما تستمر حوالي 30 ثانية، ولا تحدث أكثر من مرة أو مرتين خلال الساعة الواحدة، ويمكن أن تختفي بتغيير وضعية الجسم. على الرغم من أن هذه الانقباضات غير مريحة وتسبب الانزعاج، إلا أنها لا تعتبر مؤلمة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانقباضات لا تدل على أن المقاض قد بدأ. بينما تتميز انقباضات الحمل المجزية بتواترها وتزايدها وتزايد قوتها وإيمانها مع الوقت، بالإضافة إلى أنها أكثر انتظاما مع مرور الوقت. ومن الجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن يكون نمط الانقباض أكثر إيمانا أو أطول من الانقباض السابق، ولكن شدتها تزداد تدريجيا مع الوقت. هذه الانقباضات لا تتغير أو تختفي بتغيير وضعية الجسم، وتشبه هذه الانقباضات إلى حد كبير التقلصات القوية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية أو أعراض اضطراب المعدة. ويمكن أن يكون الألم في أسفل البطن، وقد يمتد أيضا إلى أسفل الظهر أو الساقين. أعراض الولادة الأخرى. بالإضافة إلى انقباضات الولادة، قد تحدث أعراض أخرى تدل على بداية فترة المقاض، ومن هذه الأعراض ما هي: خروج السدادة من الخلفية. تتراكم مادة مخاطية لإغلاق عنق الرحم أثناء فترة الحمل، وعندما يبدأ عنق الرحم بالتوسع يتم تصريف النقاط في المهبل، قد يكون شفافا أو ورديا. ومن الجدير بالذكر أنها أقوى، قد يبدأ المقاض بعد فترة قصيرة من تفريغ سدادة المقاض، أو قد يبدأ بعد أسبوع إلى أسبوعين من تفريغها. تمزق غشاء الكيس الأمنسي. ويؤدي تمزق الكيس الأمنسي إلى تسرب السائل الأمنسي من المهبل، وقد يحدث هذا التسريب بشكل تدريجي أو بشكل مفاجئ، فيؤدي ذلك إلى تدفق مفاجئ للسائل الأمنسي من المهبل. وعلى الرغم من أن تمزق الكيس يحدث نتيجة الانقباضات في عضلات الرحم، إلا أنه في بعض الحالات قد يحدث التمزق قبل البدء بالانقباضات، أي قبل بدء مرحلة المقاض. وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطوارئ فورا وإخبار مقدم الرعاية الصحية بحدوث التمزق. الإفرازات الدموية. عندما يضع عنق الرحم ويبدأ في التمدد الساعة عن الولادة، تنفجر الشعيرات الدموية الصغيرة وتتسبب في خروج إفرازات سبلية وردية أو بنية في الدم. وقد تظهر هذه الإفرازات مع خروج السدادة النسائية، كما يمكن أن تحدث الإفرازات الدموية في أي وقت، وقد تكون قبل ساعات أو قبل عدة أسابيع من بدء المقاومة.
من الجدير بالذكر أنه إذا كان النزيف من الباب الغزيرة فقد تكون هناك مشكلة في المشيمة، وعندها يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية فورا. كيفية تحفيز الولادة؟ يمكن تحفيز الولادة الصناعية عن طريق استخدام هرمون يسمى البروستاجين أو دواء يسمى الميزوبروستول الذي يعطي على شكل حامين مهبلية. ويمكن استخدام جهاز التلوين وفتح عنق الرحم خصوصا إذا كان عنق الرحم طويلا ولم يبدأ بعملية التوسع بعد. كما أن فصل بعض الأغشية المخططية يدويا قد يسبب البدء من حالة المقام عند بعض النساء، إذ يتم إفراز البروستالاجين الطبيعية من الجسم عند فصل الأغشية المخططية وبالتالي ستبدأ انقباضات الرحم. وتجدر الإشارة إلى أن الاختيار بين الطرق المتاحة المختلفة لتحفيز الولادة يعتمد على عدة عوامل، منها فترة الحمل، حيث ينصح الأطباء بتحفيز الولادة صناعيا إذا تجاوزت فترة الحمل 42 أسبوع. مدى استعداد عنق الرحم، ففي كثير من الأحيان قد يتمزق الغشاء الأنوثي ويخرج السائل عبر المهبل دون أن تحدث أو أن تبدأ انقباضات الرحم. المضاعفات الصحية، وأيضا هناك بعض المضاعفات التي قد تؤثر في الأم أو الجنين وتستوجب على الطبيب اللجوء إلى تحفيز الولادة الصناعية. كيف تميزين بين الطلق الحقيقي والكاذب؟ كيف أعرف أن الطلق حقيقي؟ سؤال مهم جدا. غالبا تجد المرأة الحامل صعوبة في الحصول على إجابته كونها تتعرض أيضا إلى الطلق الكاذب الذي يسمى علميا براكستون هيكس، والمقصود بالطلق هنا هو المخاض أو تقلصات الرحم التي تتعرض لها المرأة قبل موعد الولادة بفترة قصيرة. كيف أعرف أن الطلق حقيقي؟ مع اقتراب موعد ولادتك لا شك أنك تشعرين بالخوف والقلق، وقد تصيبك أيضا تقلصات ليست حقيقية لكنك لن تعرفي أنها من علامات الطلق الكاذب. لذلك سنقدم لك أهم المعلومات التي عليك الإلمام بها لمعرفة علامات الطلق الحقيقي. ما هو طلق الولادة؟ طلق الولادة هو علامة تشير إلى اقتراب موعد ولادة المرأة، وهي عبارة عن انقباضات تحدث في الرحم لإخراج الجنين بعد أن يكون قد مر على الحامل نحو 9 أشهر، إذ يقوم جسم المرأة الحامل بإفراز مادتين كيميائيتين هامتين بالجسم هما البروستاجين والإكستروجين، اللتين بدورهما تؤثر في الجسم وتقومان بإثارة انقباضات الولادة في الرحم. علامات الطلق الحقيقي، من أهم أعراض الطلق هو الشعور بالألم في الظهر وفي محيط البطن، إضافة إلى أن الطلق الحقيقي يحدث بشكل متواصل أو تفصل بينهما فترات زمنية قصيرة بمعدل 5 تقلصات في الساعة، كما أنها مع مرور الوقت تصبح أطول مدة وقوة وتسبب باتساع عنق الرحم، تترافق مع نزول ماء الرأس والشعور بالحبل السري في عنق الرحم أو في منطقة المهبل. في هذه العلامات تعتبر الأخيرة التي ينبغي عليك بعد الشعور بها التوجه إلى مستشفى في أقرب وقت لاستقبال طفلك الجديد. الفرق بين الطلق الحقيقي والطلق الكاذب، من أهم علامات الطلق الكاذب أو كما يسمى علميا باسم انقباضات براكستون هيكس هي أن تأتي بشكل متقطع بفترات عشوائية فيما بينهما وليست منتظمة على العكس من أعراض الطلق الحقيقي. يبدأ الطلق الكاذب في حدوث بعد الحمل 6 أسابيع، لكنه لا يكون ملحوظا إلا في الثلثين الثاني والثالث من الحمل. وفي حين أن سبب هذه التقلصات غير واضح، فإن وظيفتها هي تحضير الجسم للعمل، وتميل أعراض الطلق الكاذب مع تقدم الحمل إلى حدوث بشكل متكرر ولكنها نادرة ومؤلمة بشكل خفيف، وتأتي على هيئة تقلصات أو انقباضات في الرحم ومنطقة أسفل البطن والفخذ، ويليها استرخاء في الأيام أو الأسابيع التي تسبق الولادة. وقت قصير، قد تصبح انقباضات براكستون هيكس منتظمة وقريبة نسبيا وحتى مؤلمة، وربما تظن الحامل أنها بدأت في المخاض، ولكن انقباضات الطلق الكاذب عادة لا تزداد قوة ولا تستمر لمدة طويلة. كيف أتخلص من الطلق الكاذب؟ إذا أردت التخلص من الطلق الكاذب بإمكانك القيام ببعض النشاطات البدنية كالمشي أو الركض بشكل خفيف، كما أن شرب الماء قد يقلل من التقلصات الكاذبة لأنها تحدث أحيانا بسبب شعور الجسم بالكثافة. علامات اقتراب الولادة، على عن الطلق الحقيقي لا يزال هناك أعراض أخرى عليك الشعور بها قبل أن تعرفي أن موعد ولادك قد حان. تقلصات منتظمة ما لا يقل عن 6 دقائق في الساعة أو كل 10 دقائق،
ألم في البطن أو تشنجات تشبه الحيض، نزيف مهبلي أو بقع دموية، زيادة في الإفرازات المهبلية، تغيير نوع الإفرازات على سبيل المثال إذا أصبحت مائية أو تبدو وكأنها فقاط أو وجود إفرازات دموية، مزيد من الضغط في منطقة الحوض أو أسفل البطن، ألم أسفل الدار خاصة إذا لم يكن لديك من قبل طفل أو إذا كان منتظر. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. يا رب كل حامل تقوم بألف سلامة. استنونا في حلقة جديدة ومعلومات جديدة عن الولادة وعن المرأة. تابعوا قناتنا قناة موعدنا ليصلكم كل جديد. كده نكون.